طبعا أنا عاوز أقول إن أول مرة أنت على البرنامج، بس أنت شخصية، أنت أول مرة على البرنامج لكن أنت شخصية معروفة، يطلق عليك فيشرمان في المواقع التواصل الاجتماعي، نعم، في البالتوك، وكنت على برامج أخرى، وبعدين وأنا وأنت منحكي بحكيت لشيء إنه اللي لمسك كمان في إنجيل لوقا قصة الابن الضال. شو اللي جذبك لهذه القصة قسيس علي؟ أوكي، لما وصلت لقصة الابن الضال وبدأت أقرأ فيها وأشوف المسيح إزاي بيرصد الكلام، يعني ما هو أي حد ممكن يتكلم لكن مش كل واحد يستطيع أنه يقرأ زي ما تكلم الرب يسوع المسيح، فكان قلبي مليان بأشياء استطاع الرب يسوع المسيح من هذه الوعظة بتاعت الابن الضال انه يخليني ابكي وابكي 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 لحد ما يعني لا استطيع ان انا اوقف نفسي عن العياط، ولكني ما بعيطش حزن، ده انا بعيط فرح، انا بعيط على محبة هذا الاب لما بيتكلم عن الابنين والابن الصغير اللي هو خد الميراث بتاع ابوه وهو لسه عايش وسابه ومشي ودمر الفلوس زي ما انا كنت عامل في ايطاليا وفتحت كلبات وعملت حاجات ما ترضيش ربنا، هو قال خليني ارجع لوالدي بعد ما تعب وصرف فلوسه وبدا ياكل مع الخنازير، قال انا بعمل ايه هنا، ده الناس بيشتغلوا عندنا في المزرعه، ابويا بياكلهم ويشربهم ويكسيهم وكل حاجه اكتر مني انا، فرجع لعقله وبيقول انا راجع اقول لابويا انا غلطت فيك وفي السماء سامحني، لكن لما الاب شافه جاي من بعيد الاب جري يقابل ابنه وياخده بالحضن ونادى على الناس اللي شغالين عنده يقول لهم هاتوا له كسوه جديده ولبسوه حطوا في رجليه جزمه جديده لبسوه حط في ايديه خاتم، وقال لهم هاتوا العجل المسمى اذبحوه ونعمل فرح. هو ده الفرح اللي اسعد قلبي، الاب اللي المفروض يكون غضبان بيعمل فرح أمين. لابنه اللي عاش عيشة الناس مش عيشة ربنا. يعني الآب تكلم في لوقا 15 لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون.